آمل إيضاح هذه النقطة التي يحتج بها العامة وبعض نامل إيضاح هذه النقطة. يقول إنه إذا كانت السيئات والمعاصي مكتوبة على الإنسان من عند الله سبحانه دون ذنب من الإنسان، فلماذا يحاسب الإنسان على ذلك بالعذاب في الآخرة؟ نرجو إيضاح ذلك. هي مكتوبة سبق في علم الله ولها أسباب، سبق علم الله فيها أن هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وهذا يعمل كذا وكذا، مثل ما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم. فما قدر الله عليهم له أسباب منهم، وغفلتهم وإعراضهم وعدم إجابتهم المنادي والداعي إلى الله عز وجل وعدم انشراح قلوبهم لهذا الأمر. فالله جل وعلا قضى ما قضى وقدر ما قدر من السيئات والحسنات لما سبق في علمه من أن هؤلاء يجيبون إلى الخير ويطلبون ويريدون وتنشرح صدورهم له بتوفيقه لهم سبحانه وتعالى، وأولئك لا تنشرح صدورهم له ولا يطلبون ولا يريدون لما حصل في قلوبهم من الكراهة له. ثم على إثر ذلك ينقادون للشيطان ودعوة الشيطان ودعوة النفس الأمارة بالسوء. هذا عدله في هؤلاء وهذا فضله في هؤلاء، فضله على من هداهم ووفقهم سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وعدله في أولئك لما أعرضوا ولما استكبروا عن داعي الحق وعن اتباع الحق صار عملهم فيما يغضب الله ويسبب هلاكهم ودمارهم، نسأل الله العافية.